أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. الفترة الأخيرة شفنا كلنا استقرار كبير جدا في أسعار مواد البناء، وده بعد مجهودات كبيرة جدا قامت بيها الحكومة علشان تظبط القصة دي لو حضراتكم فاكرين. في فقرتنا دي هنتكلم عن سوق الحديد في مصر، وعلى أي أساس الأسعار بتزيد ولا بتقل، مع ضيفنا النهاردة المهندس رامي صالح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بإحدى شركات الحديد والصلب. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني خلينا نقول ان اسعار الطن الحديد كانت ب40,000، النهارده هي بتلعب في الثلاثينات، يعني ايه السبب؟ تمام، بشكر حضرتك طبعا على الفرصه الجميله دي يا استاذه رانيا. بالنسبه لاسعار الحديد، حضرتك عندك حق فعلا، في بعض نقاط التوزيع كانت اسعارها عاليه، كانت قربت يمكن من السعر اللي حضرتك ذكرتيه، لكن هو اللي بيحصل في اسعار الحديد ان هي متعلقه قوي باسعار الصرف، اسعار الدولار، لان معظم مدخلات الانتاج هي مستوردة، زائد كمان العرض والطلب بيأثر فيها، بالإضافة للأسعار العالمية. لو جينا نشوف الفترة اللي فاتت كان في نقص شوية في المواد الخام نظرا لل المواد الخام اللي احنا بنستوردها من بره. مظبوط كده، مظبوط، او كانت موجودة يمكن، وكان في بعض الفترات بتاخد وقت طويل للإفراج عنها من المواني، فده أدى إلى انه المعروض كان قليل شوية، زائد والطلب الاسعار كبير. في يعني كطلب في لحظه معينه، يمكن هو الطلب اوفرول في السنه مش احسن حاجه، بس في اوقات معينه بيكون فيه، بالذات لما يكون في قلق على تحرك الاسعار لفوق، الناس بتحاول تحتاط وبتحاول تاخد اجراءاتها وتشتري اكبر كم ممكن. كمان اسعار الخامات بتفرق جدا. لو رجعنا برضو على مدار السنه، كان في جراف كنا بنحاول يعني نشيره مع حضراتكم، باين فيه انه اسعار الخرده وهي واحد من المدخلات الاساسيه لصناعه الصلب كان عالي جدا، كان وصل ل 464 دولار للطن. بعد كده سعر الخرده نزل الى ما دون ال 370 دولار للطن. لو شفنا على الجراف اللي قدامنا انه للاسف سعر الحديد اتحرك لفوق مع سعر الصرف، لانه اسعار الصرف كلنا عارفين كانت عند 1580، وكان ساعتها سعر طن الحديد 13,400 جنيه فقط. النهارده طبعا للاسف سعر الصرف الرسمي 31 جنيه تقريبا، فطن الحديد سعره عالي. عايز اقول حته بس كده، ايه، عشان يمكن انا بشوف ان الحديد الى حد ما مجني عليه، في بعض الفترات سعر الحديد بينزل وبيطلع تاني. يعني ده الطبيعي؟ لانه على حسب الاسعار العالميه اتجاهاتها رايحه فين وسعر الصرف. يمكن هو ده اللي بيحدد، زي ما انت حضرتك كان اديتك مثال على الخرده، نفس القصه تنطبق على المدرفين اللي بيستوردوا البلت، برضو كان السعر عالي فوق ال 600 دولار، النهارده نزل يمكن في حدود ال 500 دولار. الخام الحديد اللي بيستخدموه مصانع الدوره المتكامله كان وصل 133 دولار، النهارده 116 دولار. الحاجات دي بتاثر جدا مع سعر الصرف نفسه. طب هل هيبقى في استقرار في الاسعار الفتره اللي جايه ولا هنشوف زياده؟ سؤال صعب في الحقيقه التعليق عليه، لانه لو احنا قدرنا نفهم ايه اللي ورا الاحداث هنقدر نتوقع شويه او نحتاط شويه. توقع في المواد الاساسيه زي الحديد والقمح وغيره، انا بشوف انها توقعات مرعبه وممكن تودي بصاحب التوقعات الى ما لا نهايه، ممكن تفيده جدا وممكن يعني تضره. قصدك ان مش من الافضل ان احنا نتوقع الاسعار هتزيد ولا لا الفتره اللي جايه؟ نفهم اكتر ايه اللي ورا الاحداث، ونفهم اكتر ايه الاسباب اللي بتاثر على الموضوع، وساعتها منه هنقدر ناخد اتجاهاتنا، بمعنى انه انا لازم افهم سعر الصرف رايح فين، أرى التقارير المتعلقة بسعر الصرف، وبالتالي ممكن يبقى عندي prediction أو توقع هو سعر الصرف إيه اللي هيحصل فيه. نفس الموضوع ينطبق على أسعار المواد الخام العالمية. أيوة، بس أنت كخبير يعني ممكن تتوقع هل الأسعار هتزيد أو لا، المفروض أنتوا عاملين دراسات في ده. في بورت خاص بأسعار المواد الخام العالمية، إلى حد ما هو يبدو أنه فيه استقرار، لأنه الطلب العالمي مش في أحسن حالة، في ركود شوية عالميا، فمش متوقع أن أسعار الخامات يحصل فيها تغير طارئ كبير، الا اذا لو حصلت حاجه غير طبيعيه بالمره، زي ما مثلا ما حصل حرب روسيا واوكرانيا، او من قبليه لما حصل الامر الخاص بالكوفيد. سعر الصرف يبدو ان كل التقارير الاقتصاديه بتتكلم انه ممكن يكون مرشح له انه يتحرك شويه او حاجه، فهيبقى ده هو العامل الاكبر. لو بنتكلم على اسعار الخامات عالميا، الى حد ما على المدى القصير او قصير لمتوسط ما يبدوش انه يحصل فيه تغيير كبير قوي، او معدلات التغير فيه معدلات مش كبيره، ولكن سعر الصرف هو اللي ممكن يكون مخاطره شويه محتاجه تحوط منها. طب انا عايزاك تشرح لي كده ايه الحاجات التاني اللي بتتحكم في الاسعار واسعار الحديد. بصي حضرتك، هي مدخلات الانتاج او المواد الخام، الصناعه دي للاسف هي فيها المواد الخام بتلعب دور كبير قوي قوي،
ويجي بعدها الطاقة ليها نسبة معينة ولا لا؟ يعني يمكن أسعار المواد الخام ممكن حضرتك لو ضفتي عليها كمان أسعار الطاقة والأسعار اللي هي عارف حضرتك في القوائم المالية بيبقى أول هيدلاين فيها اللي بيسموه تكلفة البضاعة المباعة الكوجز، يعني ابريفيشن ان انجلش. الكوجز دي في الصناعة دي بتمثل من 80 ل 90%، مع انها يمكن في صناعات تانية زي مثلا الصناعات سريعة الدوران يمكن لا تمثل اكتر من 30-40%. فبالتالي هنا فكرة التحكم في التسعير حقيقي، مش عشان انا بشتغل في الصناعة دي في العشرين سنة الكارير بتاعي، لكن علشان هي طبيعتها كده. حضرتك بتشوفي اسعار المواد الخام راحة فين وجاية منين، اسعار الطاقة، ثم ياتي بعدهم اسعار التمويل، لان زي ما بقول لك الصناعه دي كابيتال انتنسيف، انرجي انتنسيف، ليبر انتنسيف، على حسب انت بتشتغلي في بلد وضعها عامل ازاي. في حاجات بتبقى فرص وحاجات بتبقى تحديات. يعني مثلا من ناحيه الطاقه، مثلا الكهرباء في مصر فرصه لان سعرها جيد جدا، الغاز الطبيعي يعتبر تحدي، التمويل النهارده اصبح عبء لانه زي ما حضرتك عارفه التضخم عالي جدا وفي بعض الشهور بعد رفع سعر الفايدة. مظبوط وصل ل 41%، فعلشان يكبحوا جماح التضخم كان لازم يرفعوا سعر الفايدة اللي وصل ل 20.25% غير المصاريف البنكية. فده بطبيعة الحال يؤثر بالسلب على تكاليف وتسعير هذا ايوه بس المنتج. اكيد شركات الحديد بتكسب يعني. والله هقول لحضرتك على مفاجأة كبيرة. شركات الحديد هي واحدة من الصناعات اللي في بعض الشركات مدرجة في البورصة المصرية، والنهارده البيانات بقت متاحه للجميع. حضرتك دخلتي على اي موقع بيحلل البيانات، مش عايزين نقول اسماء عشان ما يبقاش اعلانات يعني ليهم، بالظبط هتقدري تعرفي ارقامهم عامله ازاي. لو حضرتك رجعتي بالذاكره لشركات الحديد المدركه في البورصه هتلاقي انها في 2000 وبروبابلي 2019 و20 18 19 20 كان صافي الربح بتاعهم بالسالب. يعني انت دلوقتي بتقولي ان شركات الحديد ما بتكسبش؟ هي سايكلز، في 21 و22 الوضع اتحسن، ومع هذا هامش الربح الصافي ما كانش اكتر من 5% فقط. في صناعات في مصر وفي قطاعات في مصر بتعمل 30 و40%، مش عايز اتكلم عليهم عشان ما يقولوش ان انا بحسدهم. 5% حضرتك الافضل ليكي لو انت في مكان المستثمر يحط فلوسه في البنك، لكنها طبعا صناعه استراتيجيه ولازم تبقى موجوده والناس اللي بيشتغلوا فيها مؤمنين بيها جدا. انا كويس ان انت بتقول كده علشان ناس كتير فاكره ان شركات الحديد بتكسب مكاسب كبيره يعني. ما هو ده اللي بقول لك عليه. وخليني اقول لحضرتك ان الناس فاكره ان شركات الحديد هي اللي بترفع الاسعار وبتتحكم في السوق. ما انا عشان كده بقول لحضرتك. رايك ايه في ده؟ لا يعني هو الشركات الحديد الى حد بعيد مجني عليها، وانا هدلل حضرتك على بعض الاكزامبلز هقول لحضرتك عليها. السنه دي تحديدا سعر الحديد طلع لما فوق ال 20,000 جنيه ورجع نزل تاني بال 3,000 جنيه. السلعه دي سلعه مراقبه من جهات الدوله ومن وزاره التجاره والتموين، وبرده وزاره التجاره والصناعه برده ايه يعني ايدها معانا، لانه طبعا دي سلعه استراتيجيه لا يغفل عن احد، زي القمح مثلا، زي رغيف العيش، لانها داخله في البنى اللي هو عصب الاقتصاد المصري. حضرتك لو جيتي تشوفي النهارده، انا بقول لحضرتك الاكزامبل ده مش بس حصل السنه دي يمكن، بس الناس احنا بننسى. في 2019 في ابريل كان سعر الحديد وصل 12,600، على فبراير 2020 نزل ل 9,600، نزل له 3,000 جنيه بنسبه ايه؟ 3,000 من 12,000 حوالي 25%. الحديد بيطلع وبينزل ومفيش حاجه تقريبا تانية بتطلع وبتنزل. يعني تاني الاخوه في القطاع العقاري كلهم زملائنا واخواتنا وحبايبنا، لظروف ما عندهم يمكن ما بيقدروش يبقى عندهم سعر مرن للوحدات السكنيه، لكن الحديد اهو بيطلع وبينزل. طيب لما بينزل ايه اللي بينزل معاه؟ الاسعار. مفيش اسعار. قصدك ان شركات التطوير العقاري ما بتنزلش الاسعار هي كمان؟ ما بيحصلش ده. فالحديد دايما محطوط يعني قدام المدفع، ودايما بنتكلم عليه. السنه دي تحديدا في 2023 بقول لحضرتك في نص السنه في جراف من الجرافس اللي احنا عرضناها وكنا عاملين سيركل عليها، الحديد طلع ونزل تاني. الحديد الطاقة الإنتاجية القصوى لإنتاج حديد التسليح ولفائف الأسلاك، المنتج محل الاهتمام من قطاع العقاري وقطاع تشييد البناء، هو 15.5 مليون طن طاقة موجودة على الأرض. طيب هو استهلاك مصر كام في حديد التسليح؟ السنة اللي فاتت اللي هي سنة فينومينال، ودي كانت بعد 2016، 2016 كانت أعلى استهلاك على الإطلاق في تاريخ مصر 8.6 مليون طن. النهاردة بعد 8.6 مليون طن ده الاستهلاك نزل ولم يتعافى الا السنه اللي فاتت وحقق 7.9 مليون طن. الطاقه القصوى للانتاج 15.5،
عند 7.9 مليون طن انت يا دوبك 50% حضرتك من ال احنا معانا الصورة على الهواء. مظبوط، هو ده مظبوط. ده مهم جدا، بيبين لك استهلاك الحديد في مصر من 2011 لحد النهارده. كان في طفره بتحصل من 2011 ل 2016، دوره التاج كان 2016. هقول لحضرتك ليه. لما الدوله استقرت وابتدت تخش بتقولها في البنى، المشروعات الجديده والمشروعات القوميه طبعا كانت مهمه جدا، وكان بنى الاهالي والافراد لسه ما وقفش، فهنا كان عندنا الحسنيين زي ما بيقولوا. فوصلنا في 2016 ل 8.6 مليون طن. بعد كده طبعا لما كان في زياده دي جذبت مستثمرين يحطوا طاقات انتاجيه زياده في المصانع. يعني المصانع في 2011 كان طاقتها 9 مليون طن. لما المستثمر بيلاقي فيه طلب طبيعي زود الطاقه الانتاجيه ويفتح مصانع جديده. تمام، وصلنا لطاقه في حدود 12 مليون طن، لقينا الاستهلاك ايه ده ما شاء الله وصل 8.6 مليون، يلا احنا هنكمل كده بقى، فزودوا مصانع تاني لحد ما وصلنا ل 15.5 مليون طن. نزلت في 2017 نزل الطلب بقى ليه يا فندم، لان ابتدينا وده مظبوط من الدوله، ابتدت الدوله تحس ان في عشوائيه كبيره جدا من بنى الافراد، وده حقيقي كلنا كنا بنعاني منها في الطرق والبنيه التحتيه وخلافه. فابتدت الدوله تقول لا والله البنى الاهالي لازم يقف شويه لحين ما نقننه ونعمل له اجراءات معينه وندخل الاحياء وكليات الهندسه وخلافه. فده خسرنا الى حد ما بنى الاهالي، بقى التركيز على بنى المشروعات اللي هو لولاه كان زمان بقى فيه انهيار اكبر في الطلب. فاحنا بنحمد ربنا ان هو موجود، ولكنه ما وصلناش ان الطلب يقعد يكمل الزياده اللي كان عليها. كويس. فالنهارده ردا على الجماعه اللي بيقولوا في 2018 نزل تاني، نزل تاني، هو قاعد ينزل على طول، كان بينزل بس لحد ما حصل تعافي ما بعد الكورونا لحد 2022. يعني هو كورونا نزل شويه زياده ورجع تاني عدل نفسه لما قبل الكورونا، لكن حصلت زياده كويسه السنه اللي فاتت، وصلنا لقرب 8 مليون طن للسهوله، بلاش الارقام الكسريه. 8 مليون طن، وبتقدري تنتجي 15.5. طب السنه دي توقعاتنا ايه؟ ال 8 مليون طن دول غالبا هينزلوا ل 6.5 مليون طن او يمكن 6 مليون طن فقط. لانه السوق فيه تضخم، في زياده كبيره جدا في الاسعار، فعلى الرغم ان هم في بعض الاحيان بيحسوا ان في طلب كبير قوي على الحديد، لكن يؤسفني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين ان السنه ككل مش هيبقى وضعها احسن حاجه ولا صحي خالص. احنا هننزل ويمكن ننزل نرجع ل 12 سنه فاتوا لما كان استهلاك الحديد في مصر 6.4 بس في 2011. احنا بنصدر قد ايه في السنه؟ التصدير بتاع حديد التسليح ولفاف الاسلاك السنه اللي فاتت ابتدينا ناخد بالنا من موضوع التصدير واهميته، صدرنا السنه اللي فاتت حوالي 0.5 مليون طن. هديكي بعض ارقام لان الساده المشاهدين ممكن يحبوا يسمعوا بالدولار افضل يعني. اتفضل. فالسنه اللي فاتت احنا صدرنا، بصي حضرتك احنا بنصدر حديد تسليح ولفاف الاسلاك اللي بنتكلم عليها في معظم نقاشاتنا هنا، ولكن في منتج تاني بتاع المسطحات اللي هو الصاج بالبلدي اللي هو الغسالات، حديد الغسالات والثلاجات والسيارات والمواسير وخلافه. فمصر السنه اللي فاتت اجمالا صدرت حوالي ما يقرب من 1.4 مليار دولار. في 21 كمان حتى كنا مصدرين اكتر، 1.8 مليار دولار. طب السنه دي رايحين على فين؟ الحمد لله السنه دي نتيجه الضغط على نقص العمله والاحتياج ليها عشان نقدر نجيب خامات ونشغل مصانعنا، فيبقى في طفره اكبر كمان السنه دي. اول 8 شهور التصدير كان 1.6 مليار دولار في اول 8 شهور فقط. لو فضلنا ماشيين كده ممكن التصدير يوصل ل 2.4 مليار او يمكن 2.5 مليار. لو وصل ده لنهايه السنه. لو وصل ل 2.5 مليار حضرتك هيبقى معناه ان الحديد لوحده هيمثل 10% من صادرات مصر غير البتروليه. صادرات مصر غير البتروليه لسه كان في بيان من البنك المركزي عن السنه الماليه اللي فاتت طلع 25 مليار دولار تقريبا غير البتروليه. فتخيلي لو صنف واحد او عيله واحده بتصدر 2.5 مليار دولار. فالموضوع يعني طموح انت جدا. شايف ان الرقم ده كويس جدا السنه دي؟ لسه في السنه دي كويس بس لسه في اكتر. لسه في اكتر. لسه في اكتر ليه؟ لانه نزود ازاي طيب الرقم ده؟ كلام حضرتك جميل جدا. زي ما قلنا تاني المسطحات طول عمرها مصر بتصدرها. الاطوال كانت مصر حديد تسليح يعني كانت مصر مهتميه اكتر بالسوق المحلي. لما ابتدى يبقى في تحوط من ضعف الطلب وبعض المشاكل او التحديات المتعلقه بالعمله ابتدت المصانع تفكر في التصدير اكثر فاكثر. وطمنا السادة المشاهدين ان عندنا طاقة تكفي وتفيض، ان عندنا نص الطاقة عطلانة، فبالتالي نصدر براحتنا. طيب عشان نقدر نزود التصدير في شوية حاجات اوريدي الدولة عاملاها ايجابية جدا، لكن في حاجات تانية لازم الدولة تاخد بالها منها. انا بقول ايه؟
بقول مبادرة من برنامج حضرتك، طن التصدير ده لازم يعفى من كل التكاليف الزيادة جدا اللي هي متخلوش يقدر ينافس المنافسة العالمية. يعني أنا النهاردة طن التصدير تحديدا لازم أسعر له الغاز زي السعر العالمي. طن التصدير ده مش مسؤول عن التنمية اللي في الدولة المصرية، تنمية مهمة جدا ندفعها احنا انا وحضرتك والساده المشاهدين حتى لو هيزعلوا مني. فالمنتج المحلي يتحمل باعباء ببساطه، يتحمل بالكارتات، ما هي الطرق كالضروره. لكن طن التصدير ما ينفعش يتحمل بهذا العبء. لو داخله مركب ده ما ياثرش على السوق المحلي؟ مش هياثر خالص. احنا زي ما قلنا لحضرتك في طاقات انتاجيه تكفي وتفيض. التسعير المحلي دي بالبلدي خناقه نتخانقها مع بعض، دي مشكلتنا احنا مع بعض، نشوف والله هنعمل ايه نسوي ايه. لكن التصدير ده هدف وطني، هدف قومي. ايه اللي يخلي طن التصدير يتحمل اعباء ما تخلوش ينافس؟ النهارده عالميا الدول اللي بتنافس حضرتك عندها ليت سي مثلا سعر غاز عالمي، او عندها خامات باسعار منافسه، او عندها شحن وتفريغ مراكب بمعدلات عاليه جدا، أو عندها بنية تحتية ما بيدفعوش عليها حاجات زيادة، أو عندها تمويل، برامج تمويلية مختصة بالتصدير. النهاردة ده مش موجود في مصر، مش موجود. فلو أنا عايز أطور التصدير وأزوده لازم أحط في دماغي أنه طن التصدير لازم يعامل معاملة، هي مش إكسترا، هو لازم يعامل معاملة فيها. ما قدمتوش حاجة يعني كصناع حديد للحكومة بنفس المعنى ده؟ بصي حضرتك احنا بنتكلم مع الحكومة على طول في الحقيقة، والحكومة خدت بعض الإجراءات الجيدة جدا زي مثلا مبادرة السيد الرئيس أنه يحافظ على أسعار الكهرباء للاستهلاك الصناعي ثابتة بدون تغيير، أعتقد لو ظني فاكر كويس لحد 2025. فدي تحرك كان إيجابي جدا من الحكومة. باشمهندس خلينا نتكلم في آخر موضوع ونروح لحتة تانية، الاستدامة فين من صناعة الحديد؟ صناعة الحديد في مصر صناعة واعدة جدا، وهي في موضوع الاستدامة ده أقدر أطمن حضرتك أنه إحنا لما نبص على هذه الصناعة الملوثة، عشان الصناعة حديثة في مصر بورف مصانع الحديد اللي بتعيش أكتر من مئات السنين، مصر ابتدت تبقى قوية جدا في صناعة الحديد غير المصنع الحكومي الحديد وصلب حلوان اللي كان موجود في الخمسينات والستينات، ابتدت تبقى قوية جدا من الثمانينات. فالتكنولوجيا الموجودة حديثة عندنا، يا إما في مصانع دورة متكاملة بتختزل خام الحديد بالغاز الطبيعي وده أفضل كتير من الشركات اللي بتشتغل بالفحم، تمام، أو عندنا مصانع أخرى اللي بتشتغل بالدورة الشبه متكاملة بتبتدي من الخردة. المصانع دي الانبعاثات الكربونية اللي طالعة منها أقل بكتير من الانبعاثات بتاعة المصانع اللي بتشتغل بالفحم. أرقام بسيطة، متوسط ثاني أكسيد الكربون لكل طن صلب بينتج باستخدام الخردة حوالي 680 كيلو، متوسط باستخدام الغاز الطبيعي واختزال اكسيد الحديد حوالي طن و300. اما الناس اللي بيشتغلوا بالفحم ف2 طن و300. مش هنقف عند ان احنا اوريدي منافسين، ولو الاتحاد الاوروبي طبق الضريبه بتاعته من بكره هتبقى فايده لينا مش ضرر، لكننا بنشتغل على امور اخرى، تدوير الميه، معالجتها، تقليل الطاقه المستخدمه، ان يعني احنا بنروح للرينيوبل انرجي. مهتمين بكل ده؟ جدا مهتمين بجد. احنا ان شاء الله نشوف معاك قريب طفره في صناعه الحديد ان شاء الله. باشمهندس نورتنا، ربنا يخلي حضرتك.